اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين والمشاهدين. نحن الان موجودون هنا مع سمر حمدتو. سمر حمدتو الست يعني اللي ايدها تتلفف الف حرير، طبعا مع المشغولات اليدويه اللي بتعملها من ورق ومن ادوات بسيطه جدا. الاوراق اللي هتترمي وتتحرك في النار هي بتحولها ل طبعا حياه مصنوعه بتستخدمها في ادوات البيت زي مغارس او ادوار العيش، وبتحط عليها ادوات تانية زي يعني علب بتحط فيها دقيق او اي ادوات اخرى، وكمان ابراش العيش زي ما انتم شايفين. برش العيش ده البرش بتحط عليه العيش بعد ما الشمسي الصعيدي بعد ما يطلع من الفرن وهو سخن بتحط على الجدار دي. ممكن الناس تحط عليها يعني اي خبيز، فصاص، فطير، اي نوع تاني من من انواع المخبوزات. يعني سمر في يدها الف صنعة. سمر من الستات الجميلة هنا في قرية جزيرة مطيرة في مركز بوسنة محافظة قنا، اللي تشتغل على الحاجات اليدوية وبتحول ادوات البيئة الى ادوات تقدر تستخدمها في منزلها. انا وسهلا بيكي. عارفين على نفسك؟ أنا سمر حبيبته، لي 8 سنين شغالة في الصنعة دي. الصنعة دي بسم الله ما شاء الله يعني علمتاني أمي وعن جدتي تمام الأيام ما كنا نصرحها مؤاخذة من بقايا البهايم وكده، إن نعمل دوار ومش عارفة إيه. بعد كده إحنا بقينا إيه نعملها من اللقايق، نعملها من البقايا اللي هي مثلا إيه بعد الدراسة في الكتب كانت الناس تنميها من طبقة البيض من الكراتين، تمام، من الكراتين من البيض. على صوتك. من ورق البيض من الكراتين من الكتب بعد الدراسه كانوا يرموها طبعا ايه، فاحنا بنستخدمها صح مثلا نعملها ايه اللي هي حاجات البيت المنزليه. طبعا في حاجه زي كده مثلا ايه نعملها للدقيق نحطها مثلا ايه نحط فيها عيش زي كده، حاجه زي كده مثلا مقارس مصنوعه من الورق دي مقارس؟ مقارس او دوار. مقارس او دوار زي كده مصنوعه من الكتب، وفي مصنوع منها مثلا ايه من ورق البيض ورق الكراتين اللي هي بتترمي في الجبال. كرتون البيض يعني اللي يجيب كرتون البيض بدل ما تترمي بتستعمليها؟ بستعملها، بعملها ايه مقارس. طبعا في ناس تقول يعني ظروفها مش كاتبين، هي مش تدفع 10 جنيه تدفع 7 جنيه تاخد ايه مثلا 10 دوار ب 70 جنيه مثلا مقارس بيضه ب 10 جنيه. طبعا ايه بتستخدمها ايه في البيت بدل ما تترمي في الوقايه الزباله. طبعا بدل ما ترمي يعني انت بتوفري من البيئه، يعني بدل ما حاجه تترمي انت بتعمليها منتج. طبعا بعملها مثلا نعمل فيها اللي هي سلات بتاعت بتحط فيها الغسيل مثلا سلات بتاعت مشابك. طبعا حاجات مثلا هي بتعمل مثلا حاجه زي صينيه كده طبعا تنشر عليها شطه تنشر عليها اي حاجه برضه من مستخدمات الورق. تمام، اللي هي من الكتب وهي مستخدمات امنه يعني. امنه جدا، لا اي حاجه بس ايه تبعد منها من الميه فقط لا غير. يعني الميه تضرها. الميه تضرها بس باقي المصنوعات لا حاجه تاذيها خالص. مثلا يعني مثلا برش زي كده نطلع منه العيش، نطلع العيش زي كده فيه نعمل فصاص نعمل يعني ده تحط عليه عيش وفصاص. عليه عيش فصاص قربوش اي حاجه اي مخبوزات اي مخبوزات فطير مشلتت فطير اي حاجه فطير عادي كده يعني. ممكن برضه تحط فيها ايه مثلا غله. غله صح. ممكن تحط فيها غله. تحط فيها حاجات كثيره اللي هي ايه مثلا تستخدميها في البيت زي مثلا ايه، المهم حاجه يكون مش فيها ميه، حاجه مش فيها ميه خالص تستخدم في جميع كل حاجه زي كده الا ميه. ممكن كمان ايه عايزه تعملي مثلا مؤاخذه جزامه برضه نعملها من الورق. والله زي كده انت طورتي في المهنه دي. مثلا عايزه تعمل بوفيه تحط فيه كتب ناجي يذاكروا مثلا زي كده، نعمله من الورق زي كده. عايزه سله كبيره تحط فيها الهدوم زي كده مثلا تحطيها تعمل فيه سله زي ايه بدل ما احنا مصنوعه من البلاستيك في امراض وفي حاجات زي كده، في حاجه في الورق نظيفه طبعا ايه منعه من امراض من كل شيء، سهله جدا ومفيده في نفس الوقت. في ورق اللي هم ايه بيرموا احنا نستخدمه صح، يعني مستلزمات رخيصه. مثلا انت طبعا ايه هتشتري السبت بتاع الهدوم ب 100 ومش عارفه ايه، احنا السبت بنبيعه بقرض 60 جنيه.
حاجة ايه؟ البتاع ال هي بخمسين جنيه. بصي يعني ازاي مثلا انت هتروحي تشتري لك مثلا برش بتاع خوص ولا اي حاجة ب150 و130، لكن دلوقتي ده ايه؟ بخمسين جنيه. بخمسين هتجيبيه هتستخدم فيه كل بس حاجة. ده يعيش يطول يعني في استخدامه؟ اه طبعا ده يعيش سنين، بس بعد بعيد من المية. اهم حاجة بعيد من المية. ده ليه تاخد 3 سنين عندي ده. هذا بتاع شغل البيت. ده ليه 3 سنين حاليا. ولا اي حاجة تضرب عليه. اهم حاجة تبعد من المية. وكان عن ذلك يعني بص حاجات ايه مثلا نستفيد ونفيد غيرنا، بدل من حاجات تشرب مثلا تحرقي بها نار او تحميها او اي حاجة تستفادي بيها. تستفادي ازاي يعني منها انت حرفة، وفي نفس الوقت ممكن ايه تطور مشروعك مثلا حاجات كتير بالورق. شوف الورق اللي هم بعد الدراسة بيرموه او بيبرروه، في ناس بتحرقه، والبيض في ناس برضه ورق البيض بتحرقه. احنا نستخدم قمر قارص يعني مثلا يعني انت بدل ما يضر البيئه انت بتحاوليه ينفع للبيئه. يعني مثلا انا بقول لك ايه بعمل دخانه باذي الناس كلها، لكن ده احنا ايه بنعمل ايه؟ بنعمل بيه مقارس يستفادوا بيها. او جوار تمام؟ يستفادوا بيها حاجات كتير. تمام؟ ممكن تعمل عليها قرص مثلا زي كده، ممكن عيش الشمسي، اي حاجه عايزه تعمليها بس بعيد من الميه. ما انا ممكن تفيد عليها فطيرة، اي حاجة زي كده، عيش مصري محرر، اي حاجة زي كده. ودي برضو نفس القصة بالنسبة للفراش والحاجات دي. مثلا دي مثلا عايزة تحط فيها عيش، تحط فيها لبيب، تحط فيها قرص، تحط فيها مطبقة، اي حاجة. ده لسه ما كملتوش. ده لسه احنا بداية الشغل. احنا دلوقتي بنقوم ايه نعمل 3 ادوار او 4. ده بداية الشغل. ده بداية الشغل. وده الشغل المنتهي. ده الشغل المنتهي. تمام؟ دلوقتي بقول ايه اللزج طبعا لو عايز. ورينا ده هتلزج ازاي فيه. ورينا هتعمل ازاي. بص بقى بنجيب الورق بتاع الكتب. نجيب الورق بتاع الكتب ونقوم نكتب كده الورق بالعصيدة اللي معصبينها بالدقيق. هذه كده معصبينها بالدقيق. نقوم ايه بقى نلزق كده. نلزق بتاع 5 6 ادوار زي كده. نلزق. نبدأ ونلزق. يعني ده كله اصلا ورق فورق. ده ورق. احنا حددنا اول حاجة. بعد ما حددنا وعملنا ابتدينا الشغل. الشغل ازاي بيبدأ؟ انت بتكون ايه؟ عامل الورق بالعصيدة معصبة. تلزق ازاي؟ هشوف لك ازاي؟ لك ازاي؟ الشغل طبعا ايه؟ حددنا. بعد ما حددنا هنديلهم ايه مثلا احاديث، هنديلهم 3 ادوار كده. 3 ادوار. بعد ال3 ادوار كده بالظبط نقوم ايه نسيبيهم يوم الثاني وتكمل. طيب تكمل تمام. تعمل بقى الشغل ايه بعد ما تدي 3 ادوار ثاني. تقوم ايه هي اصلا بتشيل 10 ادوار اخرها. اخرها 10 ادوار عشان ايه ما تتقالش. تمام؟ يعني تشيل 10 ادوار عشان ما تتقلش. تبقى خفيفة. في نفس الوقت العجينة دي بقى ايه بتخليها لو انت تتقلتيها بتروح تشرب. حاجة بتبقى ايه مثلا 3 ادوار 3 في 3. وبعد كده تقومي ايه زي كده تقومي ايه تديهم دور الزينة. الزينة تقفلي تقفلي زي كده بحيث ان ايه ما يبقاش فيها بعدين ولا اي حاجة. تقفلي. تمام؟ بعد ما تقفل ولا لا؟ تقوم ايه؟ تقوم تدي دور الزينه في الاخر بعد 3 ادوار يعني ايه ما تعمليها. تمام؟ بعد كده تقوم ايه؟ تقوم ايه؟ تجيبي دور الزينه. اهم حاجه انك انت ايه؟ تخليها خفيفه ترن زي كده عشان ايه؟ يبقى شغلك صح. تمام؟ بالنسبه لو كانت تقيله انت كده اشتغلت غلط. تمام؟ طبعا زي الطبله تعمليها كده ترن انت كده شغاله صح. تمام. ناشفه وتمام. وخفيفه اه بصي ما بتجرحش اي حاجه. تمام؟ اما بالنسبه لو كانت تقيله او انت مدخن العجينه فده بيبوظ. تخش حلو. تحط فيها اي حاجه لا بتتكسر. تكسر اي حاجه ممكن توقع. يعني لازم العجينه تبقى خفيفه. تبقى خفيفه خالص عصيده. ايوه. هذه الميه وتحطيها في الثلاجه طبعا عشان ما تحددش. مع زلمه واحده. زي كده. ايوه. تمام؟ وتلزق زي كده تبدا ايه؟ تبدا تلزق فيها. تمام؟
ثلاث ادوار ده لاخرهم 10 ادوار تمام. بص الورش يبقى خفيف الدهن ايوه يعني بص اي حاجه تبتدي فيها خفيف خالص تمام. وتبدي ايه دور ورا دور لحد ما تبدا 10 ايام تجي تزفري وتزين تمام. تمام تبدا الزينه ازاي؟ تبدا بالورد اللي هو ايه مزين مثلا الورق الملون يعني الورق الملون مثلا انت جايبه كتاب من وين؟ زي كده مثلا يعني كتاب من وين؟ بتجيبيه من فين؟ ماني زي ازاي؟ انا مثلا هنجيب الورق فين؟ الملون زي كده هنجي نزين مثلا هنجي نزين زي كده ده خلصان خلصان بس انا هشرح لك عزيمه بتاعها انا هشرح لك عزيمه اي ده خلصان معين واحنا بنعمل ايه بنلزق كده نديله منظر ايوه ورق عزيمه ليه ورق معين تبقى مثلا كتاب ما فيهوش اي حاجه تكون زي صفحه 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 ده اخر لمسه دي ليه ما انت يلا مسات كده ايه وبعد كده طبعا هي اهم حاجه كويس يعني كنت ايه بصي البرش او هنا خفيف ازاي تشيليه كده خفيف جدا زي كده يا لمساتك يا لمساتك ده من الشغل اللي هو ايه صح لكن لو تقيل او انت مخليه العجينه تخين ما بينفعش تمام. وبتحدد بعد ما تحددي تحطي ثلاث ادوار في ثلاث ادوار في ثلاثه وبعد كده ايه بتدي ايه زينه بعد الزينه ينشف تعمل عرض تبيع تبيع ده مشروع انت بتساعدي بيه اسرتك ايوه بساعد بيه اسرتك انت معاك كم اولاد؟ انا معايا ثلاث بنات وولد. زي كده ربنا يخليهم الله يخليك يا حبيبتي. فانت بتبيعي عشان تساعدي جوزك؟ انا بساعد جوزي يعني هو كان عامل اجري فكان الظروف الماديه طبعا مش كويسه خالص فاحنا ايه فانا رحت لقيت طبعا ان امي بتشتغل الشغلانه دي يعني ليها بتاع ولا حتى هي ربتنا وجوزتنا بنفس المنتج دي بس كانت اخذت تعمل اللي هو كان ايه يعني من روث الحيوانات ايوه فلما جت الدنيا اتطورت فبقى احنا اشتغلنا ايه انتي بتطوري في نفسك اكتر يعني بتواكبي الزمن طبعا كنت بتحكيني قبل اللايف ان انتي جهزتي عروسه من الحاجات دي ايوه ازاي؟ قلت ازاي؟ في واحده قالت عايزه 20 مفرسه عملتهم لها وبرشين زي دول واحده صغيره واحده كبيره تمام واحده زي دي واحده كبيره برضو بنت مشابه بسله هدوم فانا ايه بدل ما هي تجيب بلاستيك انا جهزتها يعني بصي بماديات قليله فهماني أيه. وفي نفس الوقت ايه حاجات رخيصه سهله يعني مثلا العروسه كانت حاطه في تجيب بلاستيك مش هيكفيها فيها بتاع ولا 1000 جنيه لكن دول اللي ما كلفهمش 500 جنيه صح شوف ازاي وفي نفس الوقت منظر وحاجه حلوه وشي تمام ومستخدم يعني مثلا زي المقارب زي دكه زي دي زي الدراج زي الدوار زي سلة الهدوم زي سلة المشابك زي محتاجاها وعملت لها برضه طبق من الفاكهة مزين بشكل الفاكهة برضه زي كده دوار زي كده مبدع مبدع يا سمر انت حاجات جميلة جدا تمام في حاجات تانية برضه عملتها لها كويسة خالص عملت لها كرسي كرسي من طبق البيض ده طبق غير كرسي صغير ولا كبير؟ كرسي مقعد زي كده صغير ولا كبير؟ حطيت الطباق على بعضيها ده مش عملت حطيت الطباق على بعضيها فخيطها بقماشه جميله وزينتها وفلوكنتات وحاجات بحيث ان انا مش هبين لها طبق كبير صغير؟ صغير اي مقعد كده مربع تمام فزيناه بالفلوكات والحاجات اللي زي كده تمام واصبح كرسي ده طبعا هتشتريه ب 150 و 100 ده ب 30 جنيه ايوه 30 جنيه يعني زي كده استخدامها بسيطه كويسه جدا يعني هو تنفيذ المجتمع بالنسبه للطبقات الناس اللي هي ايه ظروفها اللي هي لا تسمح ان هي تجيب هكذا وهكذا ايوه من البيوت طبعا الشعبيه والحاجات اللي زي كده ان شاء الله مثلا عروسه مثلا زي دلوقتي معهاش ان هي تجيب ده كله لكن هنا حتجي مثلا عند واحده مثلا اسمها سمر هتجيب ده كله 500 جنيه زي كده حاجات بسيطه وكويسه زي كده وفي نفس الوقت منفع يعني جميع العرايس بتجي عندنا يعني مش تقولي ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله ويوسع عليك دائما باذن الله يبقى مشروع كبير نفسك في ايه صبر؟ انا نفسي يعني ان انا المشروع بتاعي يتطور ويقبل ومعرض وزي كده يعني انا مش نفسي حاجات كبيره يعني وداعم المشروع والحمد لله ربنا يستر علينا يعني ان شاء الله باذن الله واساعد جوزي يعني بنات كده ان انا اعلمهم وحاجه طبعا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمك بحجه كبيره باذن الله وتعلمي بناتك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله
يعني الحياه الجميله. سمر اللقاء معاها جميل واللقاء معاها ساري جدا. كمان بتصنع حاجات مختلفه وبتطور في نفسها كل سنه في الادوات والمنتجات اللي بتطلع موضه جديده عشان تجهز بيها العرايس. طبعا شكرا لك يا سمر، شكرا لكل وقتك اللي قضيتيه معانا النهارده ومنتجاتك الجميله اللي وريتيها لنا. وكان في اجمل من كده بس يعني حظر وحش ما حصلناهوش. كان في اجمل بس امبارح قالوا بالعروسه اتجوزت يعني. يعني ان شاء الله ربنا يبارك لك باذن الله. طبعا اعزائي المتابعين والمشاهدين نشكركم على يعني حسن استماعكم لينا، وشكرا لكم. كانت معكم اسماء عطاء من محافظه قنا.